أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم الذي لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. مع متن المختار للفتوى للإمام الموصلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوقفنا في المرة الماضية عند قوله: فصل أحكام المياه. فصل أحكام المياه. قال: تجوز الطهارة بالماء الطاهر. احنا قبل أن نبدأ قرأنا الفاتحة لمشايخنا والأبي حنيفة والعلماء والأولياء والصالحين، هذا مما تعلمناه من مشايخنا في الأزهر، مشايخ مصر. قالوا: إذا دخلتم على علم فهبوا شيئا من الصدقة لصاحب الكتاب. الله تعالى يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هذه معناها تدخل بشيء من الهدية على رسول الله، فإن لم تستطع فتدعو، فإن لم تستطع إلى آخره. كذلك الأمر مع المشايخ، تدخل على الشيخ بشيء من الهدية، فإن لم تجد فبالخدمة، فإن لم يكن فبالأدب، فإن لم يكن تدعو له، إذا لم تستطع الزيارة تدعو له، هذا من الأدب. وكما شيخنا يقولون لنا في الأزهر، هذا متوارث، ما أقوله متوارث، إذا وقف معك شيء في العلم مع مشايخ مصر فلم تجد شيخا تقرأ عليه، فاذهب واقرأ عليه شيئا في قبره يفتح عليك. وكان علم النحو في بدء الدراسة كان عسير، كان صعب علي. فأحد المشايخ رضي الله عنه وأرضاه انتقل، قال: اذهب إلى ابن هشام واقرأ عليه شيئا من مؤلفاته في العربية في النحو يفتح عليك. ففعلت والحمد لله وفتح. المذهب الحنفي كان فيه بعض الصعوبة في الكتب المطولة، فأخذت كتاب فتح القدير وذهبت إلى زيارة الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في قبره، وقرأت عليه المقدمة من كتابه، وقرأت شيئا من باب الطهارة حوالي مثلا 50 صفحة، ودعوت الله عنده أن يفتح علي. هؤلاء المشايخ لا يموتون، هم ماتوا جسدا لا روحا. فأنت عندما تتعلق بهم تقرأ لهم الفاتحة، أنت يعني أنت تستمد من أرواحهم نور العلم، وهذا كله يعني بأمر الله تعالى. أنت الآن تدرس كتابه، أرواحهم تخيم علينا، الملائكة تخيم على هذا الجمع. فأنت عندما تدخل إلى داره لابد أن تدخل عليه شيء من الهدية، تقرأ له الفاتحة وتسأل الله تعالى أن ينالك هذا العالم الكبير بشيء من الخير بالدعاء. الروح لا تفنى، إنما الجسد يفنى، إنما الروح لا تفنى. فهو يدعو لك، فاحرصوا على هذا. قال: تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه. الطهارة بالماء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره كالمطر، يعني كماء المطر وماء العيون التي تخرج من الأرض، ماء العيون والآبار. ما الفرق بين ماء العين وماء البئر؟ البئر يستخدم الناس، الإنسان يخرج من الأرض، والعيون هي تأتي بقدر الله كطبيعة. الآبار يستخرج بالآلة من الآبار. اكتب البئر كل مجوف مملوء بالماء. مجوف أجوف. البئر كل مجوف مملوء بالماء. فصلة
فاصلة، وكل مجوف غير مملوء بالماء يسمى جبا. جب، كل مجوف مملوء بالماء يسمى بئر، وكل مجوف ليس مملوءا بالماء يسمى جب. وألقوه في غيابة الجب، يوسف عليه السلام، وألقوه في غيابة الجب. ما معنى جب؟ غير مملوء. مجوف غير مملوء بالماء، فهمت؟ ماء العيون هكذا تضربها الأرض فتخرج، أما البئر فيحفر. وهنا مسألة، ماء العين إذا خرجت، إذا خرجت بطبيعتها كانت متغيرة، فيجوز يعني لو أننا حفرنا البئر فوجدنا المياه التي فيه مملوءة بالفوسفور بالكالسيوم بالأملاح، لونها كان لون أبيض، أبيض كالحليب مثلا، هذه يجوز منها الوضوء أم لا يجوز؟ يجوز، لأنها على طبيعتها التي خلقها الله بها، نحن لم نغير فيها، وإنما هذه الطبيعة كانت مياه كبريتية، مياه كبريتية، مياه مالحة، مياه بيضاء، مياه كلسية، مياه كلسية يعني بيضاء فيها كثير من الأحماض، فوسفور لونها أحمر، كل هذا لا يؤثر، يجوز. لما؟ لأنها طبيعتها التي خلقها الله تعالى بها. قال وإن تغير بطول المكث، يعني الماء الطاهر، الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره يجوز الوضوء به والغسل حتى وإن طال به المكث. ما معنى المكث؟ يعني لا، التخزين، تخزين، تخزين، نعم. يعني أنت عندما تأتي بالماء تملأه في 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 مثلا في جركن أو في برميل وتحكم عليه الغلط و شهر، شهرين، ثلاثة، عندما تفتح تجد فيه رائحة، وتجد فيه ريما، ريم اللي هو الزبد، زبد وريم وأشياء خضراء، أشياء سوداء، ما حكم هذا الماء؟ يجوز. لكن هل أشربه أم لا أشربه؟ هذه دائرة ثانية، هذه دائرة صحية أسأل فيها طبيب. لكن أنا الآن في الفقه، لابد أن تتعود حتى تعرف تفتي، افصل بين الدوائر. أنا معي الآن دائرة فقه يجوز ولا يجوز، ومعي دائرة طبية يضر، يضر، لا يضر. أنا هذا الماء يضر أم لا يضر؟ هذا ليس من اختصاصي ولا اختصاصك، هذا اختصاص من؟ طبيب. طبيب، هذا يجوز أم لا يجوز في الفقه؟ يجوز. هذا عمل من؟ هذا عمل فقيه، ليس عمل طبيب. فإذا أردت أن تشربه أنا أقول لك هو من حيث أنه طاهر، هو طاهر، يجوز شربه. قلت لي هذا ماء عفن، هذا ليس من اختصاصي، أنت سألتني عن الحل والحرمة، يجوز شربه أم لا يجوز شربه؟ ما قلت لي هل شربه يضر أم لا؟ مفهوم الكلام؟ يبقى أنت عليك أن تعمل دوائر للعلوم حتى لا تدخل الأشياء في بعضها، ماشي؟ قال وإن تغير بطول المكث ويجوز، يعني يجوز بماء، يعني يجوز الوضوء بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران. هي المخالطات حقيقة أنا أقول بأن هذا الباب في المراقي أفضل، لأن في المراقي قسم تقسيمة أفضل من هذه التقسيمة وفرع فيها أفضل من هنا، فهو النظر يا شباب في المخالط إلى نوع المخالط. يعني أنا الآن عندي، هو الشيخ يقول إيه، ويجوز بماء خالطه طاهر فغير أحد أوصافه. الماء له كم وصف؟ ثلاثة، لون وطعم ورائحة. لون الماء شفاف، لا لون له،
ورائحته رائحته كالعدم يعني لا رائحة له، وطعمه معروف طعمه معروف. أنا الآن عندي المخالط، أنا أنظر إلى هذا المخالط نفسه، هذا التقسيم الذي قلناه لون الماء طعم الماء رائحة الماء، ليس هذا تقسيم الحنفية، ليس هذا تقسيم، أو قل هو تقسيم الحنفية لكن ليس هنا، وإنما هو في باب النجاسات. إنما هذا التقسيم الذي هو يراعي حال الماء في كل الصور هو تقسيم المالكية وليس الحنفية. إنما نحن ماذا نقول؟ نقول إذا خالط الماء جامد طاهر أو سائل طاهر ماذا نفعل؟ ننظر إلى نوع المخالط هذا، فإن كان جامدا طاهرا ننظر في أوصافه، فإذا كان له ثلاثة أوصاف فلو ظهر منها وصفين في الماء أخرجه عن دائرة الطهورية وليس عن دائرة الطهارة، هو ماء طاهر لكنه ليس إيه؟ طهورا، ليس إيه؟ ليس طهورا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن تتوضأ به؟ لا لا يجوز. لكن هل يجوز أن أشربه؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أغسل به ثيابي؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يعني مثلا يستخدمونه للأهل في تنظيف البيت؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه طاهر لكنه ليس طهورا، افهم، ليس إيه؟ ليس طهورا. ما معنى ليس طهورا؟ أنه فقد شرط، وشرط الطهورية التي هي تبيح له أن يصلي بهذا الماء. مفهوم الكلام؟ فأنا الآن عندي الزعفران له لونه وله طعمه وله رائحته، يبقى هذا المخالط له كم وصف؟ ثلاثة. إذا وقع الزعفران في الماء فلم يظهر منه إلا اللون، هذا الزعفران له كم وصف؟ ثلاثة، لم يظهر إلا اللون، ما حكم هذا الماء؟ يجوز. لكن خلي بالك من قيد مهم، قيد مهم. هذا القيد من الذي ذكره؟ الإمام القذوري أو شراح اللباب، بمعنى أدق شراح اللباب، شراح متن القذوري، قالوا ولا يحدث له اسما آخر. يعني أنا الآن معي في جيبي مثلا معي زعفران علبة فوقعت مني في الماء، هذا الزعفران طعمه لم يظهر ورائحته لم تظهر، ما الذي ظهر منه؟ اللون، وكان كالصبغ صباغة لون أحمر كثير. شراح اللباب يقولون خالطه طاهر فظهر فيه وصف ولكنه لم يحدث له اسما جديدا، تفهم؟ لم يحدث له اسما، فإذا أحدث له اسما جديدا لا يجوز أن تتوضأ به. تفهمون ولا لا؟ تفهم؟ يعني إذا خالط الماء جامد طاهر له ثلاثة أوصاف فظهر منها وصف واحد هذا لا يؤثر، تمام؟ لكن علينا بالاحتياط في مسألة الإمام القدوري، القدوري قال إيه؟ ولم يحدث له اسما جديدا. فأنت إذا رأيته تقول هذا ماء أم أنه صبغ؟ تقول صبغ، إذا لا يجوز، فهم؟ ثم على ما في غير القدوري المراعى فيه الرقة والسيلان، وهذا ما عليه الأكثر، المراعى فيه الرقة والسيلان، لأنه مخالط إيه؟ طاهر جامد. أنا أظن أنكم لم تفهموا، تفهمون؟ طب لما لا تجيبونني؟ اشتغلوا معي، ها؟ طيب، فالشيخ بيقول إيه؟ ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران. الزعفران اختلط بالماء فغير أحد أوصاف الماء، ما الذي يغلب على الزعفران في التغيير؟ اللون. الشيخ هنا يقول يجوز، لكن غيره قال إذا صار صبغا لا يجوز، إذا صار صبغا لا يجوز.
من الذي مشى مع هذا؟ صاحب المراقي. صاحب المراقي قال حتى ولو غير كل أوصاف طالما أنه إيه جامد. تفهمون الكلام؟ طيب. قال والأشنان وماء المد. الله. نعم. قال طبعا الشيخ تحت في الشرح جايب صور كثيرة اقرؤوها، ومن يعني من يقف معاه شيء يسألني المرة القادمة فيما هو في الاختيار نفسه. طيب قال والأشنان وماء المد كالزعفران. الذي عنده هنا نقطة، هذه النقطة خطأ، هذه فاصلة، اجعلها فاصلة. فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد. ما هو الأشنان؟ الأشنان شيء كده يعني شيء مثل الحرد، مثل الصابون، يعني أنا لم أرها، وسألنا مشايخنا فقالوا هي ليست موجودة في مصر وإنما هي موجودة في بلاد الشام. وشيخي يعني بعض مشايخنا من قرأت عليهم قال هذه كنا نراها ونحن صغار، لا نراها الآن، أشياء كذا من العيدان. تعرفون من يسافر إلى 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 الحج أو العمرة يشتري معه أشياء هكذا كالصابون، هي لا توضع عليها ماء، أنت بعد الاستحمام هكذا مربعات وأنت جسدك عليه الماء، ماذا تفعل؟ تفعل هكذا تذوب هي وتشربها الجسم فتعطي رائحة طيبة. هذا يعني يشبه هذا، هذا هو الأشنان. ها يعني شيء له رائحة عطرية، بس هكذا خلقه الله كالبخور ولكن مستعمل على الجسد كدهان يعني، ولكن مما خلقه الله. قال وماء المد. ما هو ماء المد؟ عندما ينفتح ويخرج، يخرج يكون فيه أوحال وطين وأشياء، كل هذا لا يؤثر في الماء وتوضأ منه. فهو هنا رعى ماذا؟ رعى الرقة والسيلان، يعني إن غير أحد أوصافه المعول عليه رقة الماء وسيلان الماء. تفهمون أم لا؟ يعني ماء المد هذا عندما ينفتح النهر ويخرج من سد إلى مكان آخر، ألا يكون فيه طين؟ يكون فيه طين، يكون فيه أتربة، فيه قش، فيه حجارة، فيه زلط أحيانا. أنا أريد أن أتوضأ من هذا، أتوضأ أم لا أتوضأ؟ توضأ. يعني هنا صاحب الاختيار لم يرى مسألة ماذا؟ وغير أحد أوصافه، هو لم ينظر إليها، وإنما هو نظر إلى إذا كان الماء رقيقا سيالا جاز الوضوء به طالما أن المخالط جامد طاهر. فهمتم؟ قال ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء. ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء. طبع الماء هذه لابد أن تشرح. ما هو طبع الماء؟ الرقة أربعة. أنا قلت أربعة، هذه اثنين. الإنبات، ها؟ الإرواء، أحسن. يبقى الرقة والسيلان والإرواء والإنبات. فماذا حدث عندي؟ قال كالأشربة والخل وماء الورد، وتعتبر الغلبة بالأجزاء. هنا في ماذا؟ ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة، يعني كان المخالط ليس جامدا وإنما المخالط كان سائلا، المخالط كان سائلا. قال كالأشربة والخل وماء الورد، كل هذه سوائل وليست جوامد، يعني ليس كالأسمنت، ليس كالحجارة.
ليس كالزعفران كل هذه ايه كل هذه جامدات، ليس كاللبن، اللبن من لا اللبن لبن لما عن هنا. قال مثل ماذا؟ قال كالأشربة، كالأشربة كلها العصائر. يعني أنت معك كوب شاي وتريد أن تتوضأ من هذا الماء، وقع فيه كوب الشاي، الشاي له كم وصف؟ ثلاثة هكذا، لونه وطعمه ورائحته. لونه إلى الأحمر، صحيح؟ إلى الأحمر الداكن جدا، وطعمه معروف، وطعمه ورائحته معروفة. هذا المخالط له كم وصف؟ ثلاثة. وقع هنا في الماء فلم تظهر رائحة الشاي، ولم يظهر طعم الشاي. ما الذي بقي؟ لونه. يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فيجوز الوضوء به. لماذا؟ لأنه الأكثر طاهر. لا كله طاهر، لا، الأوصاف كلها لم تظهر، وإنما ظهر وصف واحد من ثلاث. طب وإذا كان المخالط له وصفين؟ واحد يخرجه عن طبع الماء، تمام كده؟ طيب فهنا الشيخ ولا يقول ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء. أنا أقول أنها ليست مطلقا، ليست، وإنما هذا في المائعات الطاهرة وليست في الجامدات الطاهرة. لما تعي معي إلى حتى هذه المسألة حتى لا تحدث عندك لبس، انظر في الاختيار ماذا يقول. ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولم يزر رقته كالزعفران. يعني هو لم يلتفت هنا إلى ماذا؟ إلى كلام القدوري، لم يلتفت إليه. والأشنان وماء كذا واللبن، وروايتان، أو اللبن، اللبن أفضل، لا اللبن، اللبن يعني الطين وليس الحليب، هنا المقصود اللبن الطين. قال ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد. انظر، وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش، وتعتبر الغلبة بالأجزاء. والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين، أنا أتيت بهذا التفريق من هذا الكلام، أنا ذاك أقول هذا من عندي، ليس كلام صاحب الاختيار على الكل، وإنما هو فرق ما بين المائعات والجامدات. فعنده طالما إن الجامد طاهر فعنده العبرة بالرقة والسيلان، ولم يلتفت إلى كلام القدوري. وإذا كان المائع، وإذا كان المخالط مائع وليس جامد، فهنا يتكلم بهذا الكلام. فهمتم؟ لبعض مشايخنا الأحناف قالوا لا الكلام عام. طب وكيف أوجه هذا الكلام؟ ما أقرأه الآن، انظر. قال وتعتبر الغلبة بالأجزاء، والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين. هل الطين جامد أم طاهر؟ الطين جامد، طاهر أم نجس؟ طاهر، وقد يكون نجس، لكن الكلام على الطاهر. يجوز الوضوء به إجماعا لبقاء اسم الماء المطلق، ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال اسم الماء عنه. فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه وألحقناه بالخل، وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول، لأنه على حكم الإطلاق. تفهمون يا شباب؟ هذا الكلام مهم، لأن بعض مشايخنا الأحناف يقولون الكلام واحد في الكل، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ماشي يا شباب؟ مفهوم الكلام؟ يبقى أنت لابد أن تفرق، المخالط جامد، العبرة الرقة والسيلان، ولا اعتبار عندنا بإيه؟ بلا لون ولا طعم ولا ريح. فأنت الآن تريد أن تتوضأ في الماء فوقع فيه تراب جامد طاهر، هذا التراب عكر الماء، جعله يعني ملوث بكثرة. على كلام صاحب الاختيار وغيره، العبرة هنا لماذا؟ للرقة والسيلان. إذا كان الماء سيالا، تشيله هكذا
أو تسكبه على البلاط فيجري سيالا رقيقا ليس ثخينا كالطين، هذا يجوز الوضوء به على كلام من؟ صاحب الاختيار والمراقي وغيرهم أو من تبعهما. أما على كلام القدور يقول لك ماذا؟ إذا أحدث له اسما جديدا فأنت تقول هذا ماء طين أو هذا طين، يبقى لا يجوز عنده. فهمتم؟ نقول بأن صاحب الاختيار لم يقل بهذا، وإنما فرق بين المخالط الطاهر الجامد وبين المخالط السائل. فهمتم؟ طيب. قال وتعتبر الغلبة بالأجزاء. بالأجزاء يعني ماذا؟ يعني أنا الآن عندي أجزاؤه، يعني له لونه طعمه رائحته، طعمه لونه رائحته. الخل هنا له كم وصف؟ ثلاثة. ما هي؟ هنا عندك إشكال، غالبية الخل الموجود لونه أبيض، أبيض كالماء. هذا الكلام هم لم يكونوا يعرفوا الخل الأبيض الذي يوضع هذا على الطعام سلطة، ليس هذا، هم يتكلمون على الخل الأحمر. تعرفوا خل الأحمر؟ لونه أحمر، لونه أحمر، أما هذا شفاف له وصفين فقط. فهم؟ فهنا يقول إيه؟ كالأشربة والخل وماء الورد، معروف ماء الورد. وتعتبر الغلبة بالأجزاء، فهذا الخل الأحمر له ثلاثة أوصاف. وقعت زجاجة الخل الأحمر في الماء الذي سأتوضأ منه، أنا أنظر هذا المخالط له كم وصف؟ ثلاثة. إذا ظهر، لا ليس أحد، اثنين. إذا ظهر اثنين لا يجوز منه الوضوء. طب إذا ظهر واحد يجوز. تفهم كذا؟ اتفقنا؟ طيب. إذا قلنا بأنه لا يجوز به الوضوء، هل يلزم من هذا أنه نجس؟ لا، ليس نجسا، وإنما هو، قل هذا، قل هو طاهر غير طهور، غير طهور. فإذا سألتك ماذا فقد، قل فقد شرط الطهورية ولم يفقد شرط الطهارة. مفهوم الكلام؟ فقد شرط الطهورية. مفهوم الكلام؟ ننتقل. قال والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء. الماء الراكد ولا غير الجاري، يعني ماء محبوس، محبوس لا يجوز به الوضوء إلا هذا استثناء، أن يكون عشرا خلافا للشافعي. هذا الفاء خلافا لمن؟ للشافعي. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال الشافعي قلتين، قلتين لحديث عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث هذا مضطرب سندا ومتنا، هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. ونحن قلنا ماذا؟ إذا كان الماء عشر في عشر ووقعت فيه نجاسة، هنا بقى نأتي إلى التقسيم الأول، لون الماء، طعم الماء، رائحة الماء التي تكلمت عليها أنفا في أول الكلام. فقلت بأن هذا التقسيم هكذا تقسيم المالكية، أما نحن فرقنا ما بين الطاهر وبين النجس. الآن عندي ماء موجود فيما يزيد عن عشرة أذرع في عشرة أذرع، وجاء صبي صغير فبال في هذا الماء، ما حكمه؟ هذا خطأ، هذا خطأ. من قال لا يجوز خطأ، ومن قال يجوز خطأ. لما؟ لما؟ لابد أن تعمل القواعد يا ابني، لازم تعمل القواعد. الآن أنا عندي القاعدة تقول إذا زاد الماء عن عشر في عشر ووقعت فيه نجاسة ماذا أفعل؟ قال تنظر في الماء، فإذا ظهرت أجزاء النجاسة في الماء، ليس كل الأجزاء، وإنما فإذا ظهرت أحد أجزاء النجاسة في الماء لا يجوز الوضوء بهذا الماء لأنه تنجس، وإذا لم يجوز. فبال هذا الصبي قطرة بول، قطرة واحدة، وأنت أمسكت فقلت ابتعد، ها، وأنت تسبح في هذا المسبح جرح أصبعك
فخرجت منه قطرة دم في هذا الماء، هذا الماء الآن متنجس. نقول لا، لا تقل نجس ولا تقل طاهر، ولكن انظر هذا عشر في عشر فيما هو أقل، فيما هو إيه أقل، هذا ماء قليل، إذا ماء هذا ماء قليل. بص يا ابني خذ الكلام كده بالترتيب، إذا كان الماء أقل، هذا خذ الكلام هذا أردت أن تكتبه فاكتبه، إذا كان الماء أقل من عشر في عشر تنجس الماء مطلقا، سواء ظهرت النجاسة أو لم يظهر نجس. أما إذا كان أكثر من عشرة في عشرة لا يتنجس هذا الماء إلا إذا ظهرت أحد أوصاف النجاسة في الماء. فهمت كده؟ ولذلك أنا قلت إيه، من قال يجوز خطأ ومن قال لا يجوز خطأ، على اعتبار أننا نتكلم على ماء أكثر من عشرة في عشرة، إنما أقل من عشرة في عشرة نجس، ظهرت أو لم تظهر، يعني قطرة بول خلاص نجسته. أنت ملأت في بيتك البانيو، بانيو حتى تغتسل للجمعة، ها، وأنت تدخل للاغتسال جرح أصبعك، جرح فسقطت فيه قطرة ماء في هذا البانيو، هذا البانيو عشر في عشر أم أقل؟ أقل بكثير. ما حكم هذا الماء؟ نجس، نجس، لا يجوز استعماله لا في الوضوء ولا في الاغتسال ولا في تنظيف بيت ولا في تنظيف ملابس، نجس قولا واحدا. تمام؟ طيب أبروكيت أكثر من عشرة في عشرة وظهر وصفي النجاسة لا يجوز، صح؟ لا يجوز طالما وظهر وصف يجوز. لا، لا يجوز مطلقا، وصف واحد ينجسه أكثر من عشرة في عشرة. أي وصف للنجاسة يظهر، أي وصف سواء كان لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في الماء نجسها. تفهم؟ إيه نعم، سؤاله على الراكد صحيح؟ سؤاله على الراكد. لا، أصل هو يقول ماء راكد والنجاسة لها ثلاثة أوصاف فظهر وصفين. هو الآن اختلط عليه الأمر، خلط ما بين الجامد الطاهر والنجس، هذا خطأ. الماء أكثر من عشرة في عشرة لا ظهر وصف النجاسة، سواء كان لونها أو طعمها أو ريحها في الماء تنجس الماء. أما أقل من عشرة في عشرة قطرة بول واحدة تنجسه، قطرة دم تنجسه. لك يعني لك جار مثلا ليس مسلما ومعه زجاجة خمرة، فبعد أن شرب أخذ من هذا ليتمضمض فبسق فيه تنجست، غسل أنية الخمر هنا فيها قطرة واحدة فسكبها فيه تنجست. تفهمون يا شباب؟ أنا أريد أن أسأل سؤال، أريد أن أسأل سؤال، هذه العشر في عشر من أين أتينا بها؟ اسمع يا ابني، ذهبوا إلى الإمام محمد بن الحسن رضي الله عنه وقالوا يا إمام نريد ضابطا للقليل، لأن المسألة قبل العشر في عشر كانت مضطربة جدا. بمعنى إيه مضطربة؟ يعني أنا عندي مثلا الآن أنا أشرب في كوب من الماء، في كوب ماء، هذا عندي قليل، عندك أنت كثير، عند غيري كثير، عندي قليل. تفهم؟ فكان بعضهم يكون معه مثلا قارورة، قارورة فيصيبها نجاسة، فيقولون لا تتوضأ من هذا فيها نجاسة، يقول لا هذا الماء كثير ليس قليل. تفهم؟ فكان كل واحد من العوام يعمل رأيه، يعمل، فيكون واحد عنده برميل ماء تقع فيه نجاسة يقول لا هذا ماء كثير لا يتنجس. تفهم؟ واحد عنده برميل أكبر منه فيتنجس يقول لا هذا ماء قليل، فيسكبه يريقه على الأرض، وإذا وقع على الأرض يقول تنجست الأرض، ماذا نفعل؟ فذهبوا إلى الإمام محمد وقالوا يا إمام نريد ضابطا للماء الكثير، للماء القليل، الماء القليل، لأن العوام قال.
فالإمام محمد قال إن كان قدر مسجدي هذا فهو قليل. هذا هو هنا جاءت من هنا، إن كان قدر مسجدي هذا فهو إيه؟ قليل. فقاسوا مسجد الإمام محمد فوجدوه من الداخل 9 أذرع في 9 أذرع، ومن الخارج 11 في 11، 11 في 11 ذراع. فقالوا نأخذ الوسط، فجاءت 10 في 10. هذا الذراع كم؟ كم سنتي الذراع؟ 75. ها 75؟ أنا أتكلم على الذراع، الذراع من 65 إلى 75. آه أنت تعرف؟ 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 46. 46 مولانا؟ كم؟ الذراع كم؟ 42. تعرف؟ 46. 46 وكم؟ 46. تعرف؟ 46 ونصف. أحسنت، 46 ونصف. 46 ونصف بذراع الكرباس. 46 ونصف بذراع الكرباس. كانوا يقيسون به القماش. كرباس، كرباس هذا ثياب من قطن، فيقولون 46 سنتي ونصف بذراع الكرباس، يعني نوع المقاس الذي كان يقيسون به قماش من نوع الكرباس الذي هو قطن. فخرج كم؟ 46 ونصف، 46 سنتي ونصف. 46 سنتي 10 في 10 يعني حوالي 4 متر و60 في 4 متر و60، تمام كده؟ طيب. قال والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه. طب وإذا رؤي له أثر نجس. أحسنت. قال والآثر طعم أي طعم النجاسة، أو لون أي لون النجاسة، أو ريح يعني ريح النجاسة. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده، خلافا لمن؟ للشافعي. مائي الموت يعني مائي المولد يعني ايه؟ يعني ولد في الماء كالحوت كالسمك. لا الضفدع هذا فيه كلام ستجد، هذا الضفدع يعيش هنا ويعيش هنا، دعك من هذا الان، خلينا فيما هو هنا. مائي الماء يعني مات، ما هو مولود في الماء ومات في الماء. ينجس ام لا ينجس؟ عندنا لا ينجس، خلافا لمن؟ خلافا للشافعي، خلافا للشافعي. لا نجس. نعم اصبر اصبر. قال وكذا ما ليس له نفس. اكتب اكتب على كلمة نفس ما معناها. نفس هذه ما معناها؟ وكذا ما ليس نفس. نفس ما معنى نفس؟ دم. وكذا ما ليس له نفس سائلة، يعني كل حيوان ليس له عروق يمشي فيها دم موته في الماء لا ينجس الماء، موته في الماء لا ينجس الماء، تمام؟ لا إذا لا يوجد عروق الماء، عروق الدم إذا لا يوجد عروق الدم. الذباب ليس فيه دم، البعوض ليس فيه دم، الشيخ يقول البق ليس فيه دم، حشرة صغيرة كذا، الصراصير ليس فيها دم. تعرف الصرصار؟ تعرفه؟ بقه. ها؟ في بقه موجود بقه موجود؟ لا هو ال 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 البق لا لا ليس فيه. هو في حد ذاته لا يوجد دم بس هو يسوق من الإنسان. إيه مثل الناموس، مثل الناموس، الناموس له معدة كبيرة
يخزن فيها دم، لكن هو نفسه ليس له عروق يسير فيها هذا الدم. يعني هو الله يعني كأن الله خلقه جسمه لا يعمل بالدم. نحن بشر وحيوانات، إذا ذبح حيوان يموت، لما؟ لأنك قطعت عرق الدم. إذا نحن أتينا على إنسان فقطعنا هذا الودج، ماذا يفعل؟ يموت. لما؟ لأننا نعيش على هذا الدم، صحيح؟ أما ناموس، بعوض، ذباب، هو يأكل لكن لا يتعايش على الدم، تمام؟ قال يعني الآن عندك ماء فوقعت فيه ذبابة، ماذا تفعل؟ يجوز، يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أملقوه ثم أخرجوه، ها، فليغمسها ثم فليملقها ثم ليشرب إن أراد، فإن في واحدة فيها داء والأخرى فيها دواء. قال وما عداهما يفسد الماء القليل. ما عداهما، الضمير يعود على ماذا؟ لا ليس فقط عداهما، لا 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 مع جدع، أحسنت، مائي المولد وما ليس له إيه نفس سائلة. قال والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. ما هو الحدث؟ ها، حدث، اكتب. الحدث أمر اعتباري قائم بالأعضاء، أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة. الحدث أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة. أنا أرى أن احنا معنا تسجيل حتى أفضل أعيد وأعيد. ارجعوا إلى التسجيل وخذوا منه ما أقول اكتبه، ها، حتى نكسب وقت. أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة. الشيخ بيتكلم الآن، الماء المستعمل لا يطهر الأحداث، وهو يعود على من الضمير؟ على الماء المستعمل، ما أزيل به حدث، خلافا للشافعي، استغفر الله، خلافا لمحمد، استغفر الله، خلافا. ما معنى الكلام؟ أنا الآن لست متوضئا، لست متوضئ، فأنا أخذت الماء وتوضأت، استقبلنا ماء الوضوء في إناء، هذا الذي ينزل هنا، هذا هو المستعمل، تمام؟ قال والماء المستعمل لا يطهر الأحداث، يعني لا، لكنه يطهر إيه؟ الأنجاز، ويجوز استعماله في أشياء تانية. وهو ما أزيل به حدث، خلافا لمحمد. محمد حقيقة يعني تكلم في كلام الإمام، لأن الإمام له في الماء المستعمل روايتين، الأول أنه طاهر، الأولى أنه نجس، الأولى أنه نجس. ولذلك تجد بعض الحنفية ما زالوا يأخذون بهذا القول، وهم يشقون على أنفسهم كثيرا، لا سيما أن الإمام قد رجع عنه، يعتقد هو يتوضأ فإذا سقطت منه قطرات ماء على ثيابه لا يصلي فيها. لما يا سيدنا؟ يقول هذا ماء نجس، هذا قول الإمام الأعظم، رجع عنه يا مولانا، رجع. كان الإمام الأعظم يقول بأن الماء المستعمل نجس، لأن فيه خطايا الناس، في خطايا الناس، فهذا ماء نجس. يا مولانا رجع عنه، رجع عنه إلى قولهما. ولذلك أبو حنيفة لما كان يرى أن هذا الماء نجس، كان أبو حنيفة إذا أراد أن يتوضأ كان له ثلاثة أثواب. الذي عليه هذا في الدرس يدخل عند الخلاء فيخلعه ويرتدي رداء للخلاء، يخلع هذه ويرتدي زيا للخلاء، فإذا ما قضى حاجته وتطهر أراد أن يتوضأ يخلع رداء الخلاء الذي قضى فيه حاجته
ويرتدي إناء رداء الوضوء، فإذا ما توضأ فيه خلعه ثم لبس لبس الصلاة ثوب الصلاة. يقول أبو حنيفة رضي الله عنه يعني هذا بس هذا ورع، هذا ورع منه، يقول كيف أقف بين يدي ربي بثوب قضيت فيه حاجتي؟ هذا ورع يعني، هو يعني نقول بالعربي مكسوف، يستحي، يا يستحي 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 أن يقف بين يدي الله بثوب ارتداه وهو يقضي حاجته. هذا ورع، هذا ورع. طيب خلينا في بتاع محمد عشان ايه نخلص. يقول الشيخ تحت في الاختيار: ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد. يعني عند محمد ان الماء المستعمل وما أزيل به حدث نجس. ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد، وهو روايته عن أبي حنيفة، وهو اختيار أكثر المشايخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فيمسحون به وجوههم. تمام؟ يعني على كل محمد بيقول إيه؟ لا يجوز، وهو ما أزيل به لا يطهر الأحداث، وهو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. خلي بالك يا ابني، الماء المستعمل لا يطهر الأحداث، انتهينا منها؟ عند من؟ عند لا عند الكل، أو عند الكل، لكن هو الإشكال هو طاهر أم نجس؟ هو طاهر عند الكل خلافا لمحمد. أبو حنيفة كان يقول بأن المستعمل نجس، رجع عن هذا واستقر الأمر على أن المستعمل عند أبي حنيفة طاهر، وعند أبي يوسف طاهر، وعامة المشايخ خلافا لمحمد طاهر، عند محمد نجس. خلاص؟ أو استعمل في البدن، هو الآن يعرف الماء المستعمل أو استعمل، يعني وكأنه يقول إذا أردنا أن نضع ضابطا للماء المستعمل ماذا هو؟ نقول هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. ما هي القربة؟ أنت الآن متوضئ وأردت أن تتوضأ وضوءا على وضوئك هذا، فاستعملت هذا في استقبلته في إناء، تمام كده؟ هذا مستعمل، هذا مستعمل أيضا. وما هي ما معنى قوله وجه القربة؟ التقرب إلى الله. أنت تريد أن تعمل بحديث الوضوء على الوضوء، نور على نور. خذ فاصلة بعد القربة. قال: ويصير مستعملا، هذا كلام جديد، ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو. يعني كل ما إن انفصل عن العضو هو مستعمل. طب وما يكون ما زال على البدن طاهر، لم لا ليس مستعملا، ليس مستعملا. ما هو المستعمل طاهر وما على البدن طاهر، المستعمل طاهر، لكن أنا متى أسميه مستعملا؟ عند الانفصال. خلاص؟ عند الانفصال. قال: وكل إهاب. ما معنى إهاب؟ الجلد، الجلد. الإهاب اسم من أسماء الجلد، عندما يدبغ ويكون مستعدا لأن يكون ملابس. تأهب، تأهب. كل إهاب يعني جلد مدبوغ، جلد مدبوغ، خلافا للشافعي. وكل إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الآدمي، هذا لكرامته، هذا لكرامته. والخنزير لنجاسته، لنجاسة عينه. ما معنى عين؟ ها؟ النفس أو الذات، النفس أو الذات. قال: وشعر الميتة وعظمها طاهر. شعر الميتة وعظمها طاهر. لا لا، عظمها من الداخل، عظمها من الداخل. قال لما؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على ناس فقراء فوجدهم يبكون، قال ما يبكيكم؟ قالوا ماتت الشاه. قال هل أخذتم إهابها فذبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم لحمها. فكلمة حرم لحمها اختلف فيها الفقهاء، فغيرنا يقول، غير الحنفية، لحمها وعظمها. الحنفية قالوا لا، القيد هنا اللحم، ولذلك اختلفوا في العصب. تعرفوا العصب؟ تعرفوا العصب؟ داخل الحيوان يوجد اللحم الأحمر، اللحم، ها؟ اللحم، ويوجد العظم معروف، يوجد شيء آخر يسمى العصب، هو أصفر شديد، عندما يكون يغلى في مرق لا يكون، يحتاج قوة. ها تعرف عرفتوه؟ هذا العصب فيه خلاف عندنا في المذهب، يجوز أم لا يجوز؟ فيه قولين، من قال أنه جائز ألحقوه بالعظم، قالوا هو عظم نيء، يعني سيكون عظم، هو عظم نيء. ومن قال بأنه لا يجوز، قالوا بأنه ملحوق باللحم. طبعا احنا الأكثر في الفقهاء من فقهائنا على أنه ملحق باللحم، لكن لو أنك كنت عند ناس فقراء مثلا، فقراء ولا يجدون إلا هذه، افتي لهم بأن يأخذوا من هذا العصب على القول الثاني ليأكلوه، لكن اللحم لا، اللحم نجس. فهمت؟ طيب. قالوا ايه؟ وعظمها طاهر، عظمها ما هو من الظاهر والباطن، يعني من الداخل، وايه، واذا كان لها قرن او حوافر او شيء، كل هذه طاهرة لانها عظام. قال وشعر الانسان وعظمه طاهر، وشعر الانسان وعظمه طاهر. ثم قال باب أحكام مياه الآبار. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا بأسرار الفاتحة.